ازيكم عاملين النهارده؟ هنبدا ازيكم عاملين النهارده؟ هنبدا حلقه جديده في قناه كده نزل فلوج ايه. والنهارده هنلعب اللعبه اللي المفروض نزلت من 3 ايام او من يومين، مش عارف كانت امتى بصراحه. وطبعا عايز اقول لكم حاجه، اللي بدا اللعبه دي كان بيس 2020 اللي هي بيس 2020، الحساب بتاعه هيروح تمام. اللي هيبدا من بيس 21 من بيس 21 حسابه هيفضل موجود زي كده. بص انا كنت بادئ من بيس 21 سوء حسابي لسه اهو، بس طبعا لما فتحت اللعبه النهارده جبت بقى لعيبه وطورت لعيبه وكده. وطبعا دلوقتي هوريكم الحساب اللي هو الماتش. سانشو، جنابري، كاراسكو، جوريسكا، لوكو مودريتش، روميرو، جوسيه، سلاس، هاري كين، اسمه ده نانيز، كوميان، ليو اندريس، ميسي نسخة تانية برضو، هم ديل بيرو، انسو فاتي، اداما تراوري، انسو فاتي تاني، الماونت ده لا بولسيتش، ديفيد سيلفا، سينستيرا ده برناردو سيلفا ده تقريبا، ايوه برناردو سيلفا ده، باريلا ده، لامباردي وهنا دي ده جافي معانا، هنا بدري ونلدو ونستيفيت ونوكيتي معانا، الحارس اللي بدل بيتر تشيك ده سيمون ده تقريبا. طبعا دلوقتي هنلعب ماتش ايفنت، هنلعب بس ماتش ايفنت هو جرين ماتش من تيم سبيك بعد ايفنت. بص الفلوس اللي معايا، بص الفلوس اللي معايا، لما تيجي مليون هشتري محمد صلاح. دوس كونتيني. بصوا انا لسه بادئ اللعب، والله لسه بادئ. بصوا هلعب اللي هو بص من بعد البيجينر السن هو امتر، هلعب بعد البيجينر. طبعا ما تسبسكرايب قبل ما نبدا كده الفيديو، قصدي قبل ما نبدا الجيم، لايك وسبسكرايب وشير. وطبعا يلا بينا. عايزين يلعبوا حلو جميلة كل ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال. طبعا جبت المعلق العربي، كل شيء من حولي حاول ما اتكلمش كتير عشان تسمع صوت المعلق كده. ليقدم أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. وأكد المشاهدين أنه لم يفوتهم التكريم بنزيما جبرين. طبعا مطور الشكل بتاعي والباس بتاعي مطور كل شيء. خصائص الكبار، السمة اللي عند النجوم الكبار، هدف مهم جدا في الدقائق الاولى يكسب به الكثير من الثقة. الكنترول كان خيالي، ثقة غير عادية في استقبال كرة اي استقبال. اي هدف، اي مهارة يا حريف. الهدف الاول في توقيت مبكر. والله انا اول يوم ليا النهارده جربه، والله انا اول يوم ليا جربه وبعرف كده. يعني انا بس صراحه انا عرفتها
محروس مشكور في اللعبة دي بتاعت الأمم المتحدة فيها. أنا شايف لأ بصراحة اللعبة دي، بس اللي عجباه اللعبة يكتب لي كومنت يقول اللعبة دي حلوة، واللي مش عجباه يكتب لي كومنت يقول اللعبة دي وحشة. وأي لعبة أنتوا عايزين ننزل عليها اعملوها ريبلاي على الكومنتات، الكومنت وقولوا لي أي لعبة عايزين نلعبها تاني. لكن فشل في اللمسة الأخيرة في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. الآن فرصة لهجوم عاكس، الهجوم تحول الآن إلى فئة أخرى، الآن إمكانية المرتدة في طريقة إلى المرمى. هذه كرة يصوب كرة قريبة جدا من المرمى. أوه لا كده هذا المكان بس تاني بس تاني يعيدها إلى الحارس. تاني لا استح استح مش 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 جولو كانتي استنى انه جولو حلوة تياجو يحاول تمريرها من بين المدافعين. كريم بنزيما تصويت التسديدة الثانية هنا ليس فيها متواصل برضو جوان بس ميسي على باب جول ووريك التكرار بتاعتي بقى قوتي 59 والشوتنج والباص كل حاجة فيها حلوة طوروا برضو. صراحة أنا شايف اللعبة دي أحسن. كيم بيمبي يرتكب مخالفة واضحة جدا أحسن من اللي فات. طبعا اللمساوي بتاعتي ليفربول بس مش عارف ليفربول ولا برشلونة برضو، بس اخترت ليفربول. يبحث عن المهاجم النتيجة 3 أهداف نظيفة. أنا مسلم سيقدر هذا مسلم لا أعرف ولا لا. قوي وينجح في استعادتها. لا 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 شكرا كمان الله على هذه المهارة جميلة جدا. الكرة الأخيرة يلعب كرة اليسار إمكانية مرتدة الآن. تمام أنا رأيي إن نلعب شوط كده وأركز فيه من راسي ولا بنلعب بقى ماتش كامل المرة الجاية. لا ممكن طبعا الفيديو مش عارف لا ساديو يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. الفيديو ممكن يجي كده 10 دقايق ونت. راحت الكرة ساديو هو مسكت هو مسكت هدف. بس أنا رأيي كده تلجمين. طبعا المقابل كل ماتش بتاخده سرعة وجيزة جدا سرعة سوزن جديد لم تظهر لك امكانيات العالية انها رائعة جدا الهجمة. فالسوزن او في سوزن في ثقة بامكانيات عالية جدا بلمسة حريف. الامر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة. الخصم وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم. طبعا مش كل الناس بتعرف تتحكم في اللعبة دي زيي وبلعب كله عادي. كازيميرو صراحة اللعبة جميلة جدا بس مش
عارف ايه. يلعبها لمنطقة الخطر، اللعبة مش هتبقى معاك فيها سابك كده. ديل روسا اليوم أداء دفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. لمسة على اليسار ساديو ماني، ليونيل ميسي مش لقيت المايك مش هتنميه في الشوتنج بتاع قوي والباسنج كله خليت الميكس. طبعا انا كده اكتفيت بالفيديو ده النهارده كده 10 دقايق كده بالمية في اللعبة دي. طبعا لسه في المرات اللي جاية مستحيل اصورتش عليها. ده الشوتنج بتاعها جميل جدا، كل حاجة فيها جميلة جدا. طبعا في الفيديو ده انا كنت عايز اوريكم اللعبه اللي نزلت. طبعا شفت برده الجديد، طبعا عايز لايك سبسكرايب وشير. السبسكرايب والفيوز كتير جدا، يكون كتير جدا. اشوفكم مره جايه في فيديو جديد، كنا هنتكلم في فلوج ايه. يلا سلام.